جاوبو نصر، اللي غنقول لك هو سير سول باك اشنو مخبي عليه. سيف الدين في هاد اللحظة جنون ركبو، ببرودة ناصر شدو وقفو وبدا كيضرب فيه وكيغوت وكيقول ادوي ادوي. بقى هكاك احتاج واحد من الجارد كيحاول يبعد الدين سيف الدين عليه. غادي تقتلو اسيدي بزز باش قدر يبعدو عليه. مشى سيف الدين غسل ايديه بالماء وهو كيترعد، قال وهو موجه كلامو للجارد، يفيق عيطو ليا. وفي القصر شريفة قالت حاجة عندي ليك شي هدرة. قالت لها الحاجة اشنو كاينة بنت؟ وهي تقول شريفة ساحر حاملة وما باغا تقولها لحتى واحد، وكتتفق مع خالتها باش يهربو قبل ما تولد. الحاجة ضربات فخادها وهي تقول اويلي على يهربو، والله لا كانت ليهم. قالت لها شريفة هادشي اللي سمعت. قالت ليها ما نخليهش يكبر هنا بين هاد الهجيج. وهي تقول الحاجة ايوا حتى يجي سيف ونوريها الهجيج. مزيان تبارك الله. وبقات كتغوت الحاج اه الحاج اجي تسمع. غير جا الحاج وجلس وهي تعاود ليه هادشي وزيادة فويخرات. سيف الدين كان راجع للقصر ودماغه غادي تفرقع، باغي غير وقتاش يوصل عند باه ويعرف شنو مخبي عليه. احتاجاه اتصال، دار الكيت وجاوب. قال له الكوتش سيف المباراة قربات، ايمتى غتبدا التدريب؟ قال له سيف الدين من بعد. وهو يقول له الكوتش ما كاينش من بعد، خاصك توجد، خاصمك ماشي ساهل. قال له سيف الدين غدا غادي نجي. قال هاد الشي وقطع عليه وكمل طريقه بسرعة، وغير وصل لقى الحاج والحاجة جالسين وهو يعيط لباه. قال الحاج بغيت. قال له الحاج واخا ولدي. وهي تقول الحاجة سيف الدين بغيتك ولدي. قال من بعد ماما. وطلعوا هو والحاج للبيرو وجلسوا، وسيف الدين كيشوف ليه نيشان في عينيه وقال الحاج مخبي عليا شي حاجة. قال له الحاج شي حاجة بحالهاش؟ هو يقول سيف الدين كون عرفت كاع ما نسولك. قال الحاج اه ما مخبي عليك والو. سيف الدين ابتسم وقال اللي عليا هانا درتو وعطيتك فرصة. ناض سيف الدين من قدامه وخرج مخلي غير الحاج غارق في تفكيره قبل 30 سنة. قال لطيفة أنا كنبغيك ولكن راهي لا ما تزوجتهاش، ما عمرني نحلم نكون قايد. لطيفة كانت كتبكي وقالت واش غادي تخليني واحلة في روحي وتزوج؟ واش القيادة أهم مني؟ أنا واللي في كرشي. قال لها الحاج شوفي غادي نتزوجك بالسر. شافت فيه لطيفة بحقد وقالت هاديك هي اللي عمرها ما غتكون لي. وكانت هاديك آخر مرة مشى فيها عند لطيفة. مسؤولياته والزواج كانوا الهوى. حتى النهار مراته دخلت عليه هازة ولد صغير كيبكي وهي تقول هذا ولدك، انا ما عرفتش شكون هذيك اللي كنتي معاها وعمرني ما شفتها، ولكن القابله خدات الولد وجابته لي. الحاجه تصدم وقال باش عرفتي انت هذا الشيء؟ قالت نهار جيتي سكران عاودتي لي كل شيء وحتى الدار فين كاينه حيت كنتي باغي تمشي عندها. الحاج بقى ساكت ما عارف ما يقول. قالت له الحاجه امكاني نعاود هادشي لعائلتي ولكن العواقب غتكون وخيمه، ولكن فضلت نعطيك فرصه تبغيني. والولد اللي غيشدك ها هو، جري على ديك المراه من هنا نرجعوا للحاضر. ابقى الحاج ساهي شويه قبل ما يجمع الوقفه ويمشي عند الحاجه. وفي بيت سحر دخل سيف ولقاها ضامه رجليها عندها وكتبكي. ابقى كيشوف فيها وجبد حوايج الرياضه ديالو وخرج، غير هو زاد وهي مشات للبيرو ديالو. مشات كتقلب على الملف اللي طلب منها نور الدين، ما خلات حتى قلب، قلبات المجوره وقلبات المكتبه وقلبات فوق البيرو ولكن والو ما لقاتوش. رجعت لبيتها وهي ما عارفه ما دير، بقات جالسه كتخمم حتى عيات باغا تقول هلسي، ولكن كيفاش غدا تكون ردة فعل؟ هي عارفه ماشي انسان هادئ
إلا قالتها لي غادي تصرف بعقلانية، وعلى الأقل يعلم البوليس. أكيد هو غيرفض يدخل البوليس في هذا الشيء، ما بقيتش باغاه يقتل، وهي على يقين إلا عرف مدار نور الدين غادي يقتل بلا ما يرمش. تقولها الحمزة غيكون حسابها عسير مع سيف الدين ملي عرفها لجأت لصاحبه، راسها غادي يترتق. وعند سيف الدين غير خرج من القصر ومشى طاير بطوموبيلته حتى وصل لبلاصة فين كيتدرب مع الكوتش ديالو. بلا ما يهضر لبس اللي جات وبدا كيتريني كيضرب كل جهدو فيه، وهو كيتفكر كلشي، نادية وحملها موتها والسحر والفرملية اللي عينيها كيشبهو عيني نادية، نفس لافور ونفس الدوم. بقى كيضرب كاع جهدو بلا ما يحس بالوقت اللي غادي. احتى حبسوا الكوتش قال له سيف الدين احباس اضرب عقلك ماشي في النجاح. سيف الدين وقف شوية وبدا كيرجع النفس وهو يقول الكوتش اسمعني يا سيف، خصمك قوي ومسيرتك غدا مزيان، ما تجيش حتى لدابا ودير اغلاط المبتدئين، خدم عقلك. سيف الدين رجع كيضرب وكيغوت، ولكن هاد المرة كيوزن كل ضربة وكل صرخة منه كتخرج شنوهاس فوق رقبته. وفي القصر حمزة والحاج جالسين، صحاب غير كملات الدوش وخرجات مشات كتنشف شعرها، لبسات حوايجها وبقات كتقيس في كرشها وتبتسم بآلام. قدات راسها وجات خارجة وهي تمشي لدريسينغ سيف الدين، مشى هي تشد شي شوميز ديالو وتبقى تشم فيها حتى طاحت عينيها على شي حاجة. زادت قربات وبزات لي شوميز وهي تلقاه، وأخيرا الملف الأحمر بقات كتشوف وهي متردة تهزو ولا ما تهزوش. وفي بيت الحاجة كانت غادة جاية كتفكر فيه أيام هادي وهي كتعيط ولكن ما كيجاوبهاش، شنو زعما يكون طرات ليه شي حاجة؟ وهي تقول الله يا ولدي يا ناصر واش من جاي حد ذاتك؟ أما الصحر شافت حتى عيات وفي الأخير هزاته وخباته تحت الناموسية بجيبتها وجلسات. سيف الدين وصل قدام القصر وستاسيونا ودخل، وهو يلقى صحر جالسة كتقرا شي كتاب، حط صاكو ودخل الدوش، سالا وخرج ولبس وقف قدام المرايا وهي تجي موراه صحر وشداته من دور. قالت سيف حيد ليها إديها وقال صحر ما بغيتش نهضر. جات قدامه وقالت سيف راه أي حاجة كتحل بالهضرة والنقاش، ما يمكنش تبقى هكا ساكت، أشنو مقلقك هدار؟ جاوبها ستي بغيتي تعرفي شنو مقلقني؟ مقلقني هادشي حيت من دابا كنشوف موتك انتي وياه قدام عيني، كيهضر ويتفكر نهار لقى في المرايا الزمن سوف يعيد نفسه. صاحب عينيها غرغرو بحركته القاسية وقالت ما قادرش تقبل فكرة حمليه فهمت، ولكن ما تقدرش تخلي ولدك عايش حيت ما قادرش تحميه، حتى دابا ماشي مشكل خليني نتحمل مسؤوليتي، انا قادرة نحمي ولدي وما تعاودش تربط مصيري بوحدة اخرى. خلاته زادت البيت خالتها غادة حتى سمعات الحاجة والحاج كيهضروا والباب غير مردود. قالت الحاجة كون غير بلا ما يردون، حتى لشي نهار تعرف السر ما يكونش قايد وما تشوهوش. وهو يقول الحاج اش كتخربقي، هو من دمي ولحمي وهذا الشي حقه. قالت له ولدك اه ولكن راه ولد الحرام اموه ما معروفاش، كيفاش غتشرح ليهم هاد الشي؟ صحاب شهقات وبقات مصمرة قدام الباب مصدومة. الحاجة دارت ايدها على فمها وقالت شي واحد اسمع. سيف الدين نزل تحت وجلس، وكانوا الرجال مجموعين وهو يقول كاين ما نقضيو؟ قال لي الشخص اللي يقول الله يرضى عليك ولدي ارجع. قال لي سيف الدين لا ما غاديش نرجع. وهو يقول الشخص الثاني احنا عارفين باللي غلطنا معاك بزاف وعارفين غلطنا واسمح لينا.
سيف الدين بقى ساكت كيفكر، إلا رجع غادي يحمي شحال من واحد، وغادي يعتق شحال ديال البنات، وغيخليهم يكملوا قرايتهم ويتكلف بيهم. إلا جا شي واحد غادي يجي مكفس، شاف حمزة وهز راسو وقال غادي نرجع بشروطي، وافقتو مرحبا، ما وافقتوش وهو يقاطعو الكبير فيهم، قال له موافقين. ابتسم سيف الدين وقال البنات يكملوا قرايتهم في الكليات اللي خارج المنطقة وتحت مسؤوليتي. قال ليه الشخص ولكن والديهم ما غيبغيوش. جاوب سيف الدين غدا غادي نهضر معاهم. اش كاين دابا؟ شافوا في بعضياتهم وهما ما عندهم حتى شي حل، وهو يقول الشخص الثاني ولكن هادشي ما مولفينش فيه. قال لي سيف الدين هضرتي قلتها، غدا ردوا عليا، السلام عليكم. وناضج مع الوقفه وطلع كيقلب على باه. الحاج كيخرج لقى سحر باقه واقفه ودايره ايديها على فمها. الصدمه ما خلاتهاش تهضر، اولا على الاقل تحرك من بلاصتها. شد سحر من ايدها بالجهد وقال اش كدير انت هنا؟ قالت انا، وبدات كتحاول تجر ايدها وكتقول له طلق مني. قالت الحاجه هاد الشي معلماتك خالتك قليله الاصل. سحر عينيها دموع وهي تقول احترمي راسك. الحاج قال بغضب تخرجي شي حاجه من هاد الشي اللي سمعتي والله حتى نقتل. وزاد زير ليها على ايدها، بدات كتبكي وكتقول طلق مني طلق. ما حسات الا بشي ايد نفضات ايدين الحاج، احتشد الحاج ايديه بألم وسيف الشرار خارج ليه من عينيه. قال مراتي لا الحاج. الحاجه تفتفات وقالت ولدي راه بغات تهرب باش ولد هاي ما يكبرش معانا، قالت لك حنا هجيج، وبدات كتدمع. سيف الدين شاف صحر ورجع شاف باه وقال راه هادو في عايل الهجيج. والله الحاج كون ما جيتيني شبه كون كان اخر نهار ليك في هاد الدنيا. الحاج قال تقتل باك على ود وحده ما راضياش بينا. سيف الدين قال له الا قالت شي هضره انا اللي تجيو عندي، مراتي ما يقيسها حتى شي واحد. شريفة جات مع مجية سيف وبقات كتراقب ردة فعله. شريفة شدات لسيف ايديه وقالت سيف لعن الشيطان. سيف انفض ايديه وقال اخر مرة غادي نقول لي ما تعوديش تقيساني. دور عينيه عند الحاج وقال هاد الشي اخر مرة يتعاود، حيت كنقسم بالله ما غيكونش خير. غير كمل هضرته وهي تغوت صحر وشدات في كرشها، حسات بمغص قوي، شدات كرشها وغوتات. سيف الدين قلبه بدا كيضرب، اما خالد صحر خرجات ملي سمعات الغوات. سيف هز صحر وهي شاده كرشها وكتقول ليه ولدنا، نزل كيجري في الدروج. وغير شافو حمزه وتبعو، دخلها للطوموبيل وجلس حاط راسها فوق رجليه، وحمزه ركب وزاد طاير وخلاو وراهم خالد صحر كتضرب في صدر الحاج وكتغوت. اش درتي ليها؟ الكفاره بالله. قالت لها الحاجه هي اللي ما مربياش وكتسمع من ورا البيبان وكتصنت من ورا البيبان على الناس. وهي تهز لطيفه ايدها وصفقات الحاجه وخلات الحاج مصدوم، وشريفه شفقات بالصدمه. وقدام باب القصر واقف الشاب قدام الباب وكيقول الله يخليكم بغيت نشوف سيف الدين. الجارد قال له علاش اشنو السبب؟ قال عبدو شي حاجه خاصه. وهو يقول الجارد ما كاينش دابا. عبدو دور عينيه في المكان ومشى جلس في كرسي ديال واحد من الجارد، وهو يقول ماشي مشكل غادي نتسناه. وفي السبيطار قالت الدكتور مسيو سيف تفضل معانا. دخلوا المكتب وجلسوا. قالت له المدام في الشهور الاولى دحمه والجنين ما تعبتش، اي ضغط عليها ولا اي حاجه تقدر تفقد الجنين الله يحفظ. قال سيف الدين ما خصهاش تحرك. وهي تقول الدكتور تحرك لمشي مزيان ليها
ولكن تكيف. قال ودابا حالتها كي دايره؟ قالت له مستقره ولكن ما خاصهاش تعرض للضغط. شكرها سيف ومشى عند السحر ولقاها جالسه كتسناه. شدها من خصرها وبقاو كيتمشاو بجوجهم وفاكتين. بقاو غاديين وسيف غير ساكت. اما سحر كتفكر واش تقول ليه ولا تسكت. بقى عقلها كيدي ويجيب وهي تقول سيف بغيت نهضر معاك. قال ما باغي نسمع والو. قالت ولكن الموضوع وهو يهضر بالجهد. هضرت غرغرو عينين سحر ولكن ما بغاتش تبين. سكتات وكملوا طريقهم. لقاو حمزه واقف حتى الطوموبيل كيتسناهم. ركب سيف حداه وزحر اللور وانطلقوا للقصر. قال حمزه ساره انت غدا تخرج؟ هو يقول سيف الدين غدا غادي نمشي عند الدكتوره ديالها. سحر كتسمع والرعده شاداها بغات تقول ليه وما عطاهاش حتى شي فرصه. كيلومها على شي حاجه اللي طبيعيه وإلا كان شي واحد مسؤول على هذا الشي فراهم هما بجوج. ولكن اللوم طاح عليها بوحدها. هاد الشي كان كيحرقها من الداخل. حسيت وتخلى عليها في الوقت اللي ما كانش خاصو يخليها. حملها كيحسسها بالضعف وباللي هي محتاجة ليه في جنبها. هاد الشي بلا تهديد نور الدين ليها وحياة سارة اللي بين إيديه. والسر اللي سمعت اليوم سيف من اللي غيعرف الحاجة ماشي مو اشنو غدا تكون ردة فعله. بقات كتفكر وتعاود حتى شافت سيف الدين حليها الباب. غير نزلات وتحل الباب ولقات خالتها ملقية ليها كتعنقها وتشوف فيها وقالت ليها انتي بخير. حضرات راسها بمعنى ايه وطلعوا للفوق. اما سيف مشى قصاد امه اللي كانت جالسه كتبكي وشريفه حداها كتصبرها. اما الحاج كان خارج. سيف الدين عيط على امه وما جاوباتوش. حدها زادت في البكاء. قرب حداها ونزل على الكبيب وقال امي شنو واقع؟ شاف شريفة بعينيه كيسولها زعما شنو كان. قالت خالة السحر صرفقاتها. سيف الدين ودنيه تصمك وقال كيفاش؟ وهي تقول شريفة كانوا ما خلاهاش تكمل هضرتها وطلع كيجري عند لطيفة اللي كانت كتهضر مع سحر وقالت غيتخلى عليك انتي وهاد الشي اللي في كرشك وليام تفكر. سحر دموعها نازلين وكتقول ما غيخلينيش ما تبقايش تقولي هاد الشي. ماشي انتي حت معقدك شي واحد وخلاك راح حتى انا غيجرى ليا داكشي اللي جرالي. لطيفة تحجروا الدموع في عينيها على آخر حاجة قالت سحر وهي تهز إيدها بغت صرفقها. ولكن حبسها ليها شي حد بقوة وزير ليها على إيدها حتى غوتات من الألم. سيف الدين عينيه خارج منهم الشرار وقال هاد الإيد عندك طوالت بزاف وقيل بغت رجعي منين جيتي بلا بيها. لطيفة من نهار بدات كتشك في سيف باللي راه هو ولدها ولات كتجنب الدابز معاه والتصرف اللي دار معاها والكره اللي شافته في عينيه خلى عينيها يعمرو بالدموع. شاف فيها سيف وقرب لودنها وقال ايدك اخر مره تهز على امي ومراتي اخر مره. وطلق من ايدها وشاف سحر وخرج برا. حتى هو ما فاهمش علاش ولا كيتجنب سحر. خوفه من المستقبل ولا شنو بالضبط حتى هو ما عارفش. وفي بيت الحاجة كتغوت اويلي على سحرتي ليه. شريفة كتلعتم وقالت ورا هذا هو الحل الوحيد اللي كان عندي. قالت لها الحاجة سمعيني مزيان غتبطلي ذاك السحور. وهي تقول شريفة ما يمكنش ما شفتيش ولا كيبعد عينيه عليها هاد الشي لمصلحتنا. وهي تقول الحاجة واش تصطيتي وإلا عرف شي حد؟ قالت شريفة ما يمكنش المرأة تيقة. لطيفة كانت دايزة لبيتها وسمعت كل شي وحبسات شهقتها. مشات كتجري ولبسات حويجها ونزلت كتسلت خرجت كان جالس لتحت هو وحمزة كيكني
أما حمزة معصم مع المكالمة اللي جاتو واللي كتقول أنه عندهم مشكلة في الوطيل ديالو وخاصو ضروري يحضر. سيف الدين سولوه ماله وهو يقولو حمزة أنا ما فهمتش هادش مشكل صغير وكيقولوا لي ما يمكنش يتحل في التليفون. قال له سيف الدين يقدر يكون مشكل كبار من اللي كيبان ليك. قال حمزة ما عرفتش ورد التليفون وبدا كيهضر بالفرنسية وملامح وجهه كل مرة كيتبدل. ابقى وجالسين حتى دخل الكارد. قال مسيو سيف واحد الدري باغي يهضر معاه. قال سيف الدين علاش؟ وهو يقول الكارد ما بغاش يدخل. حمزة كان كمل المكالمة وهو يقول كيفاش ما بغاش يدخل؟ قال الجارد هاد الشي اللي قال سيدي. ناط سيف الدين بخنزر وتبعوا حمزة غير خرجوا بان ليهم شاف جالس في الكرسي غير شافهم وقف وجا عندهم وشوش لسيف الدين في ودنيه وهو يسكت وبدا كيفكر شحال وعاد زاد مع الشخص في الطوموبيل وحمزة انطلق حتى هو مع شي واحد في طوموبيلته. لطيفة مشات للسوق كدور وتسول على شي واحد كيفك السحر ولا شي فقيه. ضروها رجليها وهي كتقلب مع برانية حتى شي حد ما بغى يعطيها وينفعها بشي حاجة. حتى لقات مرا كبيرة جالسة تحت من واحد الشجرة وهي تقول لها نيا اين نوع السحور. قالت لها لطيفة كيف هاش؟ وهي تقول لنا شفتك كتقلبي على اللي يبطل السحور. لطيفة ما عرفت واش تهدر ولا تسكت واش تيق فيها ولا لا ولكن فضلت زعم واللي ليها ليها ما عندها ما تخسر. قالت ما عرفتش اين نوع. تسمات المرا وقالت غاد سمعي مزيان وغادة تحفظي شنو غادة نقولك غاد شد دماء معدني وغادة تقراي عليه هادشي اللي كنقولي. وشافت ملامح لطيفة تبدو وهي تقول ما تخافيش راه غير قرآن ما عنده باش يأتي. قالت لطيفة واخ وهي تقول لمرة غادة تقراي سورة الفاتحة وآية الكرسي وتقراي الإخلاص والمعوذتين متبعة معايا. حضرت لطيفة راسها بمعنى آه نزلت لطيفة راسها باللي فهمات وكملت المرة هدرتها وقالت من بعد غتقراي آيات السحر اللي كاينين في سورة الأعراف وفي الأخير ترقيه بهذا الشي اللي غدا نقول لك. وفي القصر الحاجة كتقول الحاج عطاك وهو يجي الحاج وقال ياك لاباس. قالت له الحاجة ولد القابلة الصغير شفتو مع سيف وخرجوا دابا. وهو يقول الحاج كيفاش ما يمكنش ياك ما تشابه ليك. قالت الله يهديك الحاج راه هو الحاج غير سمع حضرتها ونزل طاير كيعيط لرجال. اما سحر كانت جالسه في بيتها كيف ما عادتها هاد الايام حتى كتسمع تليفون ساره كيتعيط فيه هزاته وايديها كيرجفو. قالت الو. قال لها نور الدين اهلا سمعيني مزيان ما عنديش الوقت اللي نضيعه معاك وراقي خرجوا وبغيت الملف اليوم. سحر قالت له كيف هاش ما عنديش كن قاطعها وقال ما سوقيش فهدش عندك ساعة بالحساب ولا وجدوك نازدها. سحر قالت له بلاتي نهضر معاك بغى وهو يقطع الخط. ناضت جمعات الوقفة ولبسات حوايجها وجمعات شعرها وخشات الملف كرشها ونزلات ولقات الباب فيه قاد واحد والاخرين ما عرفاتش فينهم. عيطات ليه يدخل وتخبات مورا الساريه وغير هو طلع الفوق وخرجات هي كتجري ومع الدوره لقات الطوموبيل كتسناها طلعت فيها وساق بها الشخص حتى المستودع خاوي وفي مقهى بالمنطقه جالس سيف الدين وقبالته شخص كيهضروا. وصل الحاج ورجاله لنفس المقهى وبقاو كيتسناو امر منه. الحاج قال قضيو شغلكم ومع الجمله اللي قال تضرب الشخص اللي قبالت سيف الدين وكثيره ومخلين كل شي كيغوت والناس هربانين الا سيف الدين اللي بقى جالس بهدوء تام ودار ابتسامه جانبيه
ورجع بذاكرته الله كي تفكر هذاك الشخص فاش قالو في ودنه الحاجة كتطل علينا غيقتلوني. عارف هاد الشي ما غاديش تطيقه، ولكن حاول تثق بيا. دار لي حركة براسو وغمز حمزة اللي فهمو طاير. دخلو الشخص طوموبيلة حمزة وسيف جر واحد الجارد وركبو معاه حتى وصلوا لنص الطريق وهو يبدل لهم الحوايج، وكمل سيف طريقه مع الجارد اللي ما فهم والو. اما الشخص بقى في امان مع حمزه وصدقات هدرته بالصح. اذا والديه مخبين سر خطير اللي خلاهم يلحقوه ويقتلوا الشخص بدون تفكير. نرجعوا، ناض سيف الدين كيطمئن على الجارد اللي كان لابس وترد الوقايه، لقاه بخير وناض بخطوات ثابته. خرج ومشى نيشان عند حمزه والشخص اللي كيتسناه. كي وصل مشى عندو قال لي بلا ما تضيع ليا وقتي ادوي. الشخص قال لي الحاجة ماشي هي الوالدة ديالك. سيف الدين بصدمة قال له كيفاش؟ وبدا الشخص كيعاود بأن مو هي القابلة اللي خلصات الحاجة باش تاخدو من مو اللي ولداتو مع الحاج وتعطيه ليها. ناض سيف الدين مصدوم وحمزة أكثر منه. غادي كيتمشاو والهضرة كتعاود له في ودنه. هز تليفونه كيعيط على باه حتى كيشوف من الكاميرات صحر ولابيل وكل شي داز قدام عينيه. سيف الدين داك يغوت ومشى كيجري لطوموبيلته ديما راها وكثيرة. وفي القصر الحاج قال قضينا الغراض، وهي تقول الحاجة الحمد لله. صحر كانت ذكية قدرت تهز تليفون حمزة بلا ما يرد ليه البال وتخشيه في صدرها، واللي أكيد كان فيه جهاز تتبع كيف ما أي تليفون في قصر سيف الدين. أما تليفون سارة فغير طلعوا للسيارة وهو يلوحوا الشخص اللي كان سايق بها. خرجت من الطوموبيل وهي كترعب حتى كتبان لها سارة قدامها مربوطة وحالتها بالعصا. مشيت عندها كتجري غير قربت توصل لها وهو يجي موراها نور الدين قجها وقال اه فين غادة؟ سحر كتحاول تحيد ايديه من عنقها وكتقول له طلق مني طلق طلق منها نور الدين. وجا قدامها وقال جبتي لي شنو قلت لك؟ قالت سحر اه ولكن قبل بغيت نسولك. قال لها نور الدين كاع هادي زعما فيك بنت ليك عبد عند راجلك تسوليني؟ وهو يصرفقها وهو يصرفقها حتى اختل توازنها وزادها وحده اخرى وعلى اثرها طاحت الارض وكتمسح في دمها. قال وعينيه نار راجلك، وضحك ضحكه هستيريا حتى خلعهم. ها فينا هو صعصع ديالك دابا؟ ها فينا هو؟ كل مره كان كيهني وكنسكت ليه وكيضربني وفي قاع داري وكنسكت ليه، واليوم انت بين ايديا واللي داروا فيا غنديروا فيك. قالت له سحر علاش؟ وهو يقول ما كاينش علاش، راجلك عذب اختي. اه وكيهضر كي شي حمق. اه هو اللي عذبها، هو كون ما قالش للعائله كلها فاش كانت خدامه ما كان غيحتقرها حتى شي واحد، واول واحد هو داك راجلها، ولكن انا قتلته. سارة مع كلمه قتلته طرطقات عينيها ونزلوا دموعها. اما سحر بقات غير مصدومه ودار نور الدين عند سارة وقال سكتي ما نسمعش حسك تاني، وحتى انتي بحال خوك قتالين، قتلتي لي يا ولدي كنت باغيه، اما انتي غير سلقوطة اللي جاي يضحك عليك غير بجوج كلمات وتحلي ليه. سارة جهدات في البكاء وكيتسمع غير انينها بسكوتش اللي ساد ليها به فمها. نور الدين غادي ليها وقال قلت ليك سكتي. سحر غير شافته ماشي ليها وناض الدغية وقفات قدامه وهو تقول انت شماتة انت ماشي راجل حاقر على النساء صافي هادشي علاش قديتي؟ سير عند راجلي ودير فيه هادشي ولا ما تقدرش. وكتشوف وسط عينيه وقال حيت انت مريض وخاصك تعالج. هي عارفة يقدر يقتلها مورا هادشي اللي قالت له، ولكن كتحاول تعطله بين ما سيف يوصل حيت هي متأكدة غادي يتبع إشارة تليفون حمزة. وقبل ما تخرج كانت حطات ليه ورقة في البيت مكتوب فيها كل شي. نور الدين غير سمع هدرتها ولا جاعر، شدها من شعرها وبدا كيطرشها وما كفاهش أنها طاحت الأرض.
زاد ركلها الكرشها حتى غوتات، وهو يحس بداكشي قاصح ونزل مستواها وعرى كرشها ورسم ابتسامة خداه من عندها وبدك يتحقق واش هو. سيف الدين كان طول الطريق غادي وتابع الإشارة، ولكن في التسجيلات شافها خدات تليفون حمزة وخباته في صدرها غادي طاير، واللي جا قدامه كيكلاكسوني عليه حتى كيحيد وعيط على البوليس، ولا باغي غير اللي وصل فيهم هو الأول يعتقها، رغم أنه كيكره يدخل البوليس في هاد الشي، ولكن كان مضطر. من بعد ما عطل البوليس العنوان اللي واقفة ليه فيه الإشارة في التلفون زاد كثيرة، وهو كيسب ويلعن وما شايفش قدامه. وفي القصر الجارد قال الحاج عندنا لك شي خبار. قال الحاج انتقد غيا، وهو يقول له الجارد الشخص اللي كان قبيلة مع سيف واحد من رجاله، أما المعني بالأمر مشى مع حمزة. الحاج كان جالس هو والحاجة ملي سمعوا هاد الشي، وغير كمل الجارد هضرته شد الحاج قلبه وطاح مغمى عليه. لطيفة كانت نازلة وغير شافته مشات حداه، وبينها وبين راسها نطقات كما تدين تدان، شافت كل شي كيجري، والقصر اللي كان هادئ تقلب كله غوات من الحاجة وشريفة ورقية ومها، كل شي كيغوت. أما لي جارد عيطوا في البلاصة على لومبيلونس وعند سحر، غير قرا الملف وجمع حوايجه وغمس السهرة وزاد وغادي للطوموبيل. ما عرف إمتى ولا وقتاش تحاوطوه سيارات البوليس من كاع الجهات، غير بغى يهرب وتيراو فيه لرجلو حتى تسمع الفران سيارة بالجهد حبسات، وخرج منها سيف الدين كيجري هز عينيه على اختو وشاف سحر في الأرض مغمى عليها، قلبه بدا كيضرب ومشى بسرعة عندها وبدا كيحاول يفيقها وهو مازال في حالة صدمة. سحر ما كانتش كتستاجب له، نزل عينيه جهة فخادها وباله بقع ديال الدم، وفي هاد اللحظة بالضبط افهم وعرف شنو داير به وبدا كيغوت بحر جهده. احتاجوا المسعفين وهزوها وقال بشوية عليها راها حاملة، هزوها في لومبيلونس وسيف دار نيشان عند نور الدين اللي كان طايح في الأرض، وقال والله تغنقتلك ونشرب من دمك. مشى هاجم عليه كيضربو الكرشو وكيورك له على الجرحة القرطاسة، ونور الدين كيغوث أما البوليس أعيا ويجرف الوحش ديال سيف، ولكن بدون جدوى ما حسوا بيه حتى جبد فردي وكيوجهوا ليه غيتيري فيه، وواحد من الشرطة ضرب ليه إيدو الفوق. وفي السبيطار واقفة لطيفة فين كيخرجوا التحاليل، حتى خرجات عندها ممرضة هازة ورقة قالت لها تفضلي، وهي تقول لطيفة ممكن بنتي تقراي لي اش فيها؟ قالت لها الممرضة طبعا. حلاتها وقلب لطيفة غيخرج وهي كتسناها تنطق، وهي تقول الممرضة متطابق. سيف الدين جروه بزز البوليس وهزوا نور الدين وداوه، وسيف الدين باغي قتلو غير هزوه، وسيف الدين دور وجهه عند سارة اللي كانوا معها البوليس فكوها، غير وصل عندها وهي تطير عليه وبدات كتنخصص بالبكا وكتشدو بالزز باش ما يبعدش، وحتى هو زير عليها وبدا كيطبطب على كتفها وقال ما كاين باس انا معاك يلا نمشي. راه سحر بقات بوحدها، دخل سارة ومشى حتى هو ركب وديمارا طاير للكلينيك، وكي وصلوا دخلوا سارة يفحصوها واش كلشي مزيان عندها. اما سيف الدين مشى نيشان فين كاينه سحر، بقى شحال هو كيتسنى. خرجات الطبيبة عنده قالت له الدكتورة مسيو سيف مراتك بخير، ولكن سيف الدين ما بقاش قادر يصبر، وقال ولكن شنو؟ وهي تقول له الدكتورة قدرنا نخليه الجنين عايش، ولكن نبضات قلبه منخفضة، هاد شي كيعني أن حياته ما زالت تحت الخطر. قال شحال غيبقى على هاد الحال؟ وهي تقول له الدكتورة لقليلة سيمانة ولا جوج، المدام ما خصهاش تحرك، ومني كنقول ما تحركش كان عني بصفة نهائية. سيف الدين قال ما تحركش ما فهمتش، وهي تقول له الدكتورة يعني ما توقفش على رجليها بصفة نهائية، وإلا الجنين يقدر ينزل ويعرض حياتها للخطر. سيف الدين قال إمتى تقدر تخرج؟ قالت له الدكتورة غدا تبقى 48 ساعة تحت المراقبة ومن بعد تقدر تخرج.
بالشفاء إن شاء الله. شكرها سيف ودخل عند السحر اللي كانوا نقلوها الغرفة عادية، بقى كيشوف فيها وكيزير إيديه كل ما شاف الكدمات اللي على وجهها، وكيتفكر تصرفاته معها من نهار عرف بحملها لدابا. قصى عليها بزاف وغلط معها، حاسبها على أشنو دارو بجوج، كيحس أنه ما كانش معها راجل وخلاها تحس براسها بوحدها، ولكن كان حتى هو مخربق وخايف يعاود زمان نفسه. بقى كيفكر حتى دخلت عليه سارة، قربت ليه سارة بخطوات تقال وحطت إيدها على كتفه وقالت أكيد غدا تولي حسن إن شاء الله. هسيف الدين دار عندها وجهه شاحب وقال حاملة وقصيت عليها بزاف، ولكن كنت مجبور. سارة ما عرفت واش تفرح حيت راها حاملة ولا تخاف من اللي جاي، وهي تقول له مبروك عارفك خايف عليها. قال بزاف وما بغيتش نخسرها، ما بغيتهاش تضيع مني، وانا عاجز ندير شي حاجة، ما بغيش نعيش نفس الامل ونفس خيبة الامل مرة اخرى. منظر نادية معلقة وهي حاملة صورة غدا تبقى في بالي حتى يديمو الامانة امانته، وهي تقول سارة انا فاهمك ولكن ما تقصاش عليها، هي ما عندها حتى شي ذن. نادية الله يرحمها، وهادي سحر ان شاء الله ما غاديش تعيشوا نفس الالم. قال ان شاء الله، وهما كيهضروا حتى بدات سحر كتحرك وحلات عينها. سارة غير شافتها ونغزات سيف وهما يمشيوا عندها. قالت سارة سحر كيف بقيتي؟ حركات راسها ونطقات ونور الدين. سيف الدين غير سمع سميته ودور وجهه للجهة الأخرى. سارة نزلت راسها وقالت اداوه البوليس، أنا غدا نخرج من بعد ونرجع نشوفك. خرجت وهو يجي حدها سيف وجر كرسي وجلس. وفي الكلينيك وفي قسم القلب والشرايين الأم ديال سيف وحمزة كيتسنى. أم سيف كتبكي، أكيد حب حياتها واللي دارت على ودو شحال ديال الحوايج بين الحياة والموت. حمزة عيا يقلب على تليفونه ولكن ما لقاهش، حتى شك باللي بالتلفة مع الحاج نساه في القصر. بقاو كيتسناو غير وقتاش يخرج الطبيب، حتى بان ليهم وجبهتو عرقان. قال له حمزة عندرا، وهو يقول الدكتور ما عندي ما نخبي عليك، جاتو جلطة في الدماغ، حالته مستقرة ولكن مازال ما غيفيق دابا، وحاجة أخرى ممنوع القلق ولا يتعصب. الحاجة بقات كتسمع في هاد الشي حاجة مورا الأخرى، وهي تطيح على ركابها فاشلة. عاد نوضها حمزة والطبيب وعيطوا ليها على اللي عبر ليها الضغط. وفي القصر دخلت لطيفة والدموع في عينها بالفرحة، جابها ربي حتى لعند ولدها وفي وقت ما حاسبه له حساب، وبطريقة لو كانت تبقى سنين تفكر فيها ما تطيحش ليها على البال. ولدها ولا راجل ولقاته بعد سنين ما مزروباش تقولها ليه، المهم عندها هو يكون حداها وقدام عينيها. هي غادة طالعة لبيتها احتاجات مع شريفة نازلة ولابسة جلابة، قالت لها انتي عندي هضرة معاك، وهي تقول شريفة معايا؟ قالت لها لطيفة قليلة الأدب أمك الخم الفوق، وشدتها من إيدها وهي في صدمة وجراتها معها البيت. غير طلعوا الفوق وهي دفعها لطيفة حتى كانت غدا تفقد شريفة توازنها وتجي الأرض. قالت شريفة واش حماقيتي؟ قربت لها لطيفة وقالت حماقيت؟ مازال ما شفتي والو في حماقي، سمعيني مزيان لي حساب ليك راني ما عارفاكش اش كديري في سيف. شريفة لعتمات وقالت اش درت؟ ما درت والو. قالت لها لطيفة انتي عارفة وانا عارفة، ودابا غدا نقول لك هضره وحده قسما بالله الا عودتها معاك غدا تخلي بنتي وراجلها عايشين بخير، وفوتيهم عليك من الشعوذه وداكشي ديالك، وما تجبديش بيناتهم صدا ولا والله حتى تشوفي العيالات على شقادات. مازال ما كتعرفينيش، ما عندي ما نخسر في هاد الحياه. شدتها من عنقها حتى غرسات فيها ظفارها وقالت ان قتلك وندخل عليك الحبس. شريفة بدات كتحرك وكتحاول تحيد ليها ايدها وهي كتغوت، اما لطيفة ما طلقاتش منها حتى شافت لون وجهها تبدل وقالت سيري في حالك دابا.
شريفة شافت فيها شوفة ديال القتيلة وخرجات وهي حمرة بالأعصاب. وفي السبيطار قرب الكرسي حداها وكي بغى يهدر قاطعته، قالت له بغيت قاطعها قبل ما تكمل هدرتها، وقال اطلاق لا سحر سمعيني. سحر ابتسمت وقالت بغيت الماء. سيف بقى كيشوف فيها بحال صدماته. ناض جاب ليها الماء وقاد ليها المخدة، شربها وجلس حداها وقال غلطت في حقك بزاف وتيقي بيا، نادم وعارف هدرتي ما غدا تبدل والو، واخا ما عرفتش نقول ما غداش تسمحي ليا. قطعته سحر وقالت له عرفتي غلطك. سيف الدين طلع راسه ونزلو بمعنى اه، وابتسمت سحر وقالت سيف انا مسامحك ومستعده من دابا ننسى هادشي اللي طرا. هالسيف راسو ما متيقش بمره هادشي اللي كيسمع وهو يقول كيفاش. قالت اسمعني انا عارفك ما دوزتيش قليل وما داش عليك قليل، ردت فعلك جرحاتني ولكن ما حاولتش نضغط عليك حيت عارفه وفاهمه شنو داز مع نادية الله يرحمها، وماشي سهل عليك تعاود نفس الحاجه نفس الخوف. وفي امكاني دابا نتقلق وما نهضرش معاك ونطلب الطلاق، ولكن ما غدا ندير والو من هاد الشيء. ضيعنا بزاف ديال الوقت في حياتنا في الالم والبكاء وما داش علينا قليل قبل ما نطلاقها، وما باغاش نزيد نضيع ايام اخرى من حياتي. غلطتي واعترفتي بغلطك، هذا في حد ذاته حاجه مزيانه، اعتذرتي وانا قبلت اعتذارك، احنا بشر وكنغلطوا، ولكن انسى الماضي وما تخليهش يطاردك، وانا معاك ولدنا ولا بنتنا متشبتين بالحياه. هاد الشيء خاصو يخليك قوي وتفكر في اشنو جاي لقدام. سيف الدين بقى غير ساكت ونظرات حب في عينيه كبرات في عينيه ملي حلات المشكل بوعي وهدوء، كان متوقعها غتنوض الدنيا عليه. وقف ونزل عنقها وهي مبتسمه، بقى معنقها حتى حسات بالدموع في عنقها. رجعت اللور وقالت سيف كتبكي، وقال كنت خايف نخسركم انتوما، الحاجه الوحيده الحقيقيه في حياتي. وهي تقول له سحر كيفهاش. سيف الدين هز راسه الفوق كيتنفس حتى تهدن ورجع شاف فيها وقال انساي، كحزها شويه وتكحتها، وهي تزيد تخشات فيه وهي مرتاحه واخا باغا تفهم هدرته، ولكن فضلات ما تضغطش عليه دابا. وفي القصر جالسه كتفطر غير هي وساره وشريفه، ونظراتهم هي وشريفه لبعضياتهم ديال القتيله. لطيفه قالت ساره كيبقى الحاج؟ جاوبتها ساره مازال غيبوبه. لطيفه حطت ايدها فوق يدين ساره وقالت ان شاء الله غادي يولي حسن. قالت لطيفه سيف وسحر ما غينزلوش يفطروا؟ سارة غير سمعتها صدمات، بالأخص أن سيف وصاها قبل ما تمشي ما تقول لهم والو، وهي تقول لا ما كاينينش هنا. شريفة هزات راسها وهي تقول لطيفة باستغراب علاش ما باتوش هنا؟ قالت سارة لا بغاو يدوزو شي أيامات بجوج يبعدوا على الصداع، خاصة حتى ترتاح هي والجميع. وهي تقول لطيفة ولكن واش باقي ما عرف داكشي اللي جرى لباه؟ شريفه غير سمعت هادشي وحلات ليها اللقمه وبدات كتكح. عطاتها لطيفه الماء وقالت هاكي بشويه عليك. خداته شريفه ونزلت عليه دقه واحده، مسحات فمها وناضت طلعات لبيتها، وخلات ساره ما فاهمه والو. اما لطيفه دارت ابتسامه وهي فرحانه حيت شريفه ما طاحت على والو. لحقاش كتقول في بالها الاسم ديال ام سيف هي لطيفه ماشي فاطمه، اكيد السحر غيكون ما شدش فيه. طلعت ساره حتى هي لبيتها، لبست حويجها ونزلت عند الكارد بلا ما تشوفها لطيفه، وطلبت منهم يوصلوها عند سيف الدين الكلينيك. غير هي خرجات والحاجه رجعت للقصر باش تبدل حويجها وتشرب دواء السكر ديالها، وعاد ترجع تمشي عند الحاج. مشيت شريفة لبسات حويجها وخرجت، وهي نازلة شافت الحاجة وهي ترجع اللور خلتها حتى مشات عاد نزلت دارت حجابها باش ما تبانش شكون هي،
وتيسرات في طريقها شوية، وكانت قدام دار الشوافة اللي رجليها حفظوا طريقها. بقات كتساين حتى وصلت نوبتها وهي تدخل. كي دخلت وهي تبدأ تهضر بنبرة عالية، قالت أعوام وأنا كنعرفك، وفي الأخير طلعي غير كتفلي عليا. الشوافة كتشوف واش حتى شي حد ما كيسمع من دوك اللي برا، وقالت هبلتي ولا مالكي، جلسي وهضري بشوية باش نفهمك. وهي تقول لها شريفة واش أنا حاطة رزقي كامل عندك باش تبعديهم على بعضياتهم، مشيتي انتي قربتيهم. وهي تقول الشوافة على من كتهضري؟ على سيف ومراته، راه داكشي اللي قلتي لي درتو. شريفة بالسعرة ما حسات حتى ناضت شنقات عليها وبدات كتغوت، وهي تقولها ايش درتي ايش، رجعوا لبعضياتهم تصالحوا. لا لا سحورك منفع بوالو، راه زاد قربهم، الله ياخد فيك الحق. نطرات لها الشوافة ايديها وقالت ايش من الله ياخد الحق، انتي جاية عندي نسحر ليك وما زالك تذكري الله. رمات عينيها من الشرجم وهما يبانوا لها العيالات كيهضروا مع بعضياتهم وكيتغامزوا، وبداو وحده وحده كينوضوا كيسلتوا، ودنيها حمار وبالاعصاب. سمعت سنين، جات شريفه ضرباتها لها في دقيقه، دارت ناويه لها الشر، ساعه ما لقاتهاش. وهي تقول هانتي غادا تفرجي في اشنو غادا ندير فيك. وفي السبيطار حلات عينيها لقات الفطور حداها في طبله، وحدها ورقة مكتوب فيها ما عنديش بزاف مع الرومانسية، راكي عارفاني، صباح الخير كولي مزيان. ضحكات على محتوى الورقة والراجل اللي عطاها سيدي ربي، كلات وهي حاطة ايديها على كرشها، ما قدها فرحة. حتى دخلت عليها سارة وقالت لها صباح الخير، ردات عليها سحر بابتسامة صباح النور، اجي جلسي. مشات سارة جلسات حداها وشدات لها في ايدها، وهي تقول كي بقيتي حسن؟ سحر هزات راسها بمعنى اه، وهي تقول سارة سمحي لي بزاف اللي ترالي كله بسببي. قالت لها سحر سارة اللي ترالي قدر ومكتاب، بيك او لا بلا بيك كنت غدا نعيشه، ودابا الحمد لله خرجت منه سالمة، ما كاين علاش نتفكروا شي حاجة فاتت. وبسبب هادشي اللي ترى سيف تقبل الجنين، كاينين إيجابيات. سارة قالت أنا عارفة اللي داروا معاك سيف ما كيدارش، ولكن كنتمنى من قلبي تسامحي ليه، هو داكشي اللي عاش. قاطعتها سحر بابتسامة وقالت سمحت ليه البارح وتصالحنا.